شكرا لكم على إتاحة الفرصة لي أن أكون معكم خلال هذه اللحظات، وعلى مشاعركم النبيلة حقيقة تجاه زيارة المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الذي ينتقل من بيته إلى بيته الآخر ليلتقي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله. هذه الزيارة هي زيارة كما ذكرت زيارة فوق البروتوكول المعهود في الزيارات بين أصحاب الجلالة والسمو. هي زيارة أخوية، هي تتعدى ذلك، هي ترجمة لذلك الإرث التاريخي الذي يجمع البلدين منذ المؤسسين الأوائل جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وأيضا سمو الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، اللذان وضعا هذه اللبنة القوية والأسس المتينة على المحبة وعلى تطوير البلدين منذ ما يقارب من نصف قرن. اليوم كما ذكر أيضا ضيفكم الكريم في الاستوديو، اليوم نحن نجني ثمار تلك العلاقات النقية الصادقة التي لم تشبها أي شوائب، وكما تلاحظون أن المواقف متطابقة في الجوانب السياسية وفي الجوانب أيضا الدبلوماسية وكذلك في الاقتصادية. هناك حرص من البلدين على تطوير هذه العلاقات، هناك دفعة قوية حصلت عليها كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في توقيع 17 اتفاقية خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى مسقط في سبتمبر 2022، واليوم تستكمل هذه المسيرة من خلال اتفاقيات أخرى ومراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأخرى. وهذا شيء يبعث في قلوبنا السعادة أستاذ سالم، ويبعث في قلوبنا البهجة لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم. اليوم هو يوم تزدان به الإمارات على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب.